كان إكسبرس. تونس مالي الموعد الأول للنسور في مواجهات كان توتال إنرجي كامرون 2021. مرحبا بكم في تغطية خاصة استثنائيا اليوم، تبعوا المقابلة ساعة تقريبا قبل انطلاقها، كذلك باش نتابعوا معكم المقابلة وباش نتابعوا معكم ما بعد المقابلة بالتحليل والتصريحات، باش نرجعوا بعد لحظات. إكسبرس باي توتال إنرجي. وليد برحومة معكم من قدام الميكرو كالعادة، يرافقني إسلام المدب. أهلا وسهلا إسلام. أهلا، يرافقنا الفني وجدي السيد. أهلا وسهلا بك وجدي. أهلا بك. مرحبا. أهلا إسلام، مرحبا بالسادة المستمعين. وإن شاء شكرا الله على حضورك. وإن شاء الله مربوحة. إن شاء الله مربوحة. إن شاء الله زينة في أول مواجهة لنسور قرطاج في كان توتال إنرجي 2021. نحب نبدأ برقم رقم باهي اللي ما نحكيوش عليه ديما، اللي تونس متواجدة في كأس افريقيا للامم من عام 94 بصفة مسترسلة. ما ضيعنا حتى كان، وهذا رقم مرة اكثر يظهر لي اسلام، يعني يظهر لي في 17 ولا 18. من عام 94 اللي نظمناها في تونس ما فلتنا حتى كان، وهذا راهو رقم مهم جدا على خاطر عمالقة في كرة القدم الافريقية كما المنتخب المصري، كما المنتخب النيجيري، كما برشا منتخبات قوية اللي جاءوا في مناسبات وغابوا على الكان. تونس موجودة ديما من عام 1994، وهذا رقم مهم جدا. بتبيع باش نحكيه على مباراة اليوم، واسلام عنده التشكيلة اللي باش نبداو بها. أنيس نتصور عنده التشكيلة، هو أنيس عنده كل شيء. بشكل التشكيلة وأنيس نرحبوا به من ليمبي في ملعب المباراة. أنيس أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وليد، تحية ليك للإسلام في وجدي ولكل المستمعين. عندك التشكيلة أنيس مقارنة مع التشكيلة اللي اعطيناها البارح، يظهر لي فما تغيير وحيد. تغيير وحيد بالطبيعة وليد، كما سبقنا وفرضنا بأنه بشير بن سعيد، لأنه هو الوسيلة الإعلامية حقيقة قال أكدنا أنه بشير بن سعيد هو اللي باش يكون الحارس الأساسي، من خلال طبعا متابعتنا ومن خلال أنه نتابعوا كل التصريحات حاول نقراوها، أنه بشير بن سعيد هو الحارس الأساسي اليوم لأول مرة، أكيد طبعا تحكيوا على كل الإحصائيات نتاعو والان اختيار تاب ولا لا، على اليمين على حمزه المثلوثي كظهير ايمن، وعلى اليسار علي معلول، ثم ثلاثه في اللاك كما لعبنا في البطوله العربيه، لكن المره هذه بلال العيفة، ديلان برون، ومختار السالجي قدامهم العيدوني والسخيري، طبعا نعيم السليتي، والمفاجاه بين قوسين لانه كنا نعرف انه كانت الامور بين الخاوي وحنا بعد المجدي كان ينتظر ممكن في جاهزيه حنا بعد المجد بالنسبه لمدرب المنتخب كان ينتظر في لاخر وقت، وبالتالي اليوم جذب به ولعبه كاساسي حنا بعد المجد، وفي الهجوم وهبي خزري كان لو كان ما حضرش ممكن 100% بالنسبه لحنا بعد كان يكون هو سيف الدين القاوي. واضح ان المدرب باش يلعب بواحد ماهوش في جو، يعني يا اما القاوي ولا المجبري، يمشي اكثر الهجوم. طبعا هذه اختيارات المدرب منذ الطبيعه في هذه المباراه. نحن موجودين في ملعب ليمبي، وباعتبار تعرف حقوق البث وحقوق النقل التلفزي الاذاعي وليد واسلام، احنا تو موجودين مع الجماهير التونسيه، يجب تنحي البادج وتمشي تعلق، تحاول يعني تتذكر شويه باش تنجم تعدي. كيفاش تقص تذكره انيس معناها؟ لا يفلت يفلت يزرف هو فما تقنيات خليها نسيت نحكيو عليها، فما تقنيات سر المهنه. اي سر المهنه، عامل الخبره نلعبونها بالخبره اليوم. هاي شنو الاجواء في الملعب انيس؟ شنو الاجواء؟ نسمعوا بحذاك في شويه تزمير. شويه في التزمير لانه كما قلت بعض الجماهير التونسيه احنا موجودين معاهم تقريبا الحقيقه ما يفوتوش 50 نفر، وفي الحقيقه حتى تو مازال ما فماش الجماهير الماليه ما جاوش، ممكن يجيو بعد دقائق، لانه كما قلت الجاليه الماليه كبيره لهنا في كامرون. الجماهير التونسيه الحمد لله الدخول مجاني بفضل تدخل عدد اطراف الدخول بوقت مجاني، وما دام نحكي عن الجماهير الماليه وليد نشوف في عدد كبير ياسر من الجماهير الماليه جايه من الشارع اليسرى لملعب ليمبي، عدد كبير تقريبا فوق ال 1000 متفرج، يعني الحقيقه نتاع ربي عدد ضخم برشا من الجماهير الماليه، ممكن في مقابل 50 60 واحد يكون في اليوم، وما تكون حتى جاي من ياوندي العاصمه بعيده هي الحقيقه ليمبي على ياوندي، فما حتى تكون جاي من دولة
والأهم من هذه الكل أرضية الميدان باهية الرطوبة. سمعنا عليها برشا كلام أرضية الميدان أنيس. الصورة أنا تقلت مسيت الجزء شوفوا فيه توا من قريب شفته من بعيد الحقيقة معناتها أرضية محترمة تنجم تلعب كرة قدم. بالنسبة لعمل الرطوبة والحرارة الحقيقة تعرفي من الألطاف اللي أقل شوية من البارح ماشية وتبرد شوية يعني فما شوية هواء في قبل انطلاق هذه المباراة تقريبا. قاعدين نشوفوا في الفيديو قاعدين نشوفوا في تصاور نتاع بعض المشجعين التوانسة عددهم بالعشرات تقريبا كذلك نشوفوا في الملاعبية وقت اللي وصلوا اليوم الملعب المباراة الملعب نتاع ليمبي. أنيس الحكم نتاع المباراة باش يكون سيكازوي الزامبي نعرفوه. ما نعرفش كان عندك تشكيلة المنتخب المالي. المنتخب المالي مازالت ما هبطتش تشكيلة المنتخب المالي لأنه كما قلت نحاولوا بعد شوية باش معناتها واحد من الزملاء تعرف حنا رواحنا لأنه فما نعملوا نوع من التمويه بالنسبة للزملاء اللي باش يعملوا نقل ثلاثة جماعة يقعدوا غادي جماعة يقعدوا غادي ثم نحاولوا نبدلوا كل مرة باش تنجم فما بعض الإذاعات ووسائل الإعلام تنجم تخدم خدمتهم لأنه بصراحة إجراءات كبيرة ياسر على مستوى وهو توا نزول في المباشر نزول حراسة المرمى نتاع المنتخب الوطني التونسي والحقيقه لحمه كبيره بين سعيد بن مصطفى وكذلك ايمن دحمان الثلاثه حراس اللي باش يكونوا على بنك البدلاء واكيد ان شاء الله ربي يوفق بن سعيد في هذه المباراه المهمه لانه مش سهل انك اول مباراه تلقى روحك تلعب في نهايه كاس افريقيا وضد شكون ضد ارمادا من نجوم المنتخب المالي خاصه على المستوى الهجومي وبرشا يحكيوا على وسائل الاعلام هنا على قوه هجوم المنتخب المالي. كنا صورنا فيديو قبيلي منذ لحظات نلقاو على الباج تريكاسين لارضيه الملعب وانت حكيت وليد كنا اون ديريكت وعدينا الفيديو بعثنا زاد الجماهير خارج الملعب بعثنا زاد الدخول الملعبيه الى ارضيه معناتها النزول من الحلقه قاعدين نشوفوا فيهم الفيديوهات توا في المباشر انيس وهذا الكل وليد راهو معناتها بشويه معناتها تحاول تفلت من خط رقابه كبيره ياسر على مستوى المنظمين معناتها في كل بلاصه تلقى زوج ثلاثه يقول لك ممنوع التصوير ممنوع انك تمسك التليفون ممنوع انك تعمل الانترفيو لك يعني حقيقه نتاع ربي نحاولوا بالمعين الموجودين على كل هذه كل مش باش يخلينا باش يخلينا ان شاء الله نزيدوا اصرار ان شاء الله باش يكونوا معاكم في الحين الدقيقه وما بعد المباراه ان شاء الله في فيديوهات وكذلك تصريحات من اجل نقل الصوره كما هي من ملعب ليمبي ملعب المباراة اللي هو وليد كما قلت احنا الملعب بالضبط يجي تحت بالضبط تحت الجبال اللي موجودين فيها الجماعة الانفصاليين او الارهابيين بالضبط يعني تقريبا ما يبعدش حتى 500 متر لكن فما تعزيز امني كبير فوق الاسطح البنايات الكبيرة من الجيش الكامروني وان شاء الله اكيد الامور تتعاد على خير لانه تعرف على اللي يقدر هذوما الجماعات يحاولوا يستغلوا ايفنمون كيما هكا باش يحاولوا يعرفوا برواحهم ويسمعوا صوت على كل هذا الامور السياسيه ما تعنيناش برشا تكمل الامور الفنيه والتكتيكيه وان شاء الله عناصر المنتخب يكونوا حاضرين هو المنتخب المالي هبط لارضيه الملعب وان شاء الله الثلاث نقاط تكون هامه الامور التكتيكيه اكيد خليها للمحققين اني استحفظ لنا على صوتك استحفظ لنا على صوتك باش نرجعوا لك في بدايه المباراه وقبل دقائق من المباراه جزيل الشكر لمبعوثنا الخاص في ليمبي في الكامرون انيس السحباني كما كنتوا تسمعوا تشكيله فيها تغيير وحيد مقارنه باللي حكيناه البارح واللي هو دخول حنبه على المجبري يمكن اعتبارها من عرش نصف مفاجاه على الاقل توا ناخذ راي وجدي الصيد دخول حنبه على المجبري مكان الخاوي في كل الحالات وقبل ما ندخلوا في الامور التكتيكيه مهما كانت التشكيله اليوم عندك 11 نسر معناها من نسور قرطاج باش يلعبوا باش يحاولوا يجيبوا ثلاثه نقاط في اول مواجهه في كان توتال انرجي 2021. اكيد اكيد اللي باش يلعبوا كل ان شاء الله يكونوا في المستوى يكونوا في مستوى الامال اللي معلقتهم عليها الجماهير تاع المنتخب جماهير تونس. فهمت على كل حال احنا سمعنا عديد التخمينات من امس بدات يعني التشكيله هذا فويت نتاع تشكيله واحد يقول ثم باش يلعب الشعلالي الاخر يقول باش يلعب الخاوي الاخر ما سمعنا عديد الاسماء لكن في الاخير تعرف ديما حقيقه الميدان وحقيقه ما يعرفها المدرب لانه هو المباشر يعني عن قرب للاعبين في الاخر يعني الاختيار نتاعو كان على حنبع المجبري من بعد نشوفوا الخطه والانيماسيون وكل شيء تنحكيو ثم عديد الاحتمالات ومن بعد نحكيو
فيهم، لكن اظن انه وجود المجبري اكيد، وانه المدرب يعني عاين الحاله الصحيه والحاله والجاهزيه نتاع حنبع المجبري، وممكن حتى الحاله النفسيه نتاعو في بعض الاحيان لاعبي تبدا عنده معناها ما تاثرش عليه. سي وجدي اللي كان عنده كوفيد كيف كيف غاب على بعض الحصص، ايضا وصلوا مؤخر بارابور اصحابه للكاميرون، رحله كانت شاقه، نعرفوا الناس الكل بعيده ماهيش فول ديريكت، معناها كان فما ترانزيت. صحيح صحيح، اش قلت لك هي كانت مفاجاه بالنسبه لنا، كنا سمعنا عديد الاسماء، لكن ما نجموش توا نحكموا احنا من بعيد بصراحه، معناها المدرب من بعد باش نحكم، احنا كي باش نشوفوه يلعب باش نحكموا الاختيار تاع المدرب كان صحيح ولا لا، لانه هو باشر وهو هو معاه في التمارين، هو معاه بالتشاور مع طبيب الفريق، بالتشاور مع المعد البدني، وهو حكى مع اللاعب وشافه متحفز ولا لا، شاف الحضور الذهني نتاعو والحضور البدني وكل شيء، هو حكم وانه اللاعب هذا لازم يكون موجود في، ممكن يكون موجود في التشكيله، وخذ القرار وانه باش يشاركه. احنا تو ما نجموش نحكموا، ما نجمو نحكموا الا بعد ما نراوه يلعب في الملعب باش نقولوا نشوفوا حنبع المجبري في احسن الجاهزيه نتاعو في احسن حالاته ولا لا. دونك نتصور انه الاختيار تاع المجبري باش يكون نقطه استفهام نحكموا عليها من بعد ما تبدا المباراه. بالنسبه للاختيار نتاع التفاهم اللاعبيه في محور الدفاع سي وجدي، بون هذا توجه منظر كبير، يبدو انه عنده مده ماشي في التوجه هذا، في الكوبا راب شفناه بدل شويه كي مشات الامور بثلاثه في اللاكس. شنو رايك نجم يكون منتخبنا ناجح بالطريقه هذه؟ شوف هو عنده ما بين زوز اختيارات، يا اما يلعب بثلاثه لاعبين في المحور، وهذا باش يكون على حساب معناها باش يعطي انستابيليتي كبيره برشا للدفاع نتاعنا، لكن باش يكون على حساب الهجوم. شفنا احنا ضد مصر وقت اللي لعبنا في كوباراب بدينا بثلاثه، كنت تتذكر الماتش تضرب فيه مريح فهمني، بدلنا كوردو بدينا بثلاثه في المحور ومن بعد وما لعبناش مليح هجوميا، ما كناش يعني نتعبوا في نقلقوا في المنتخب المصري القدام. من بعد وقت اللي صارت الاصابه نتاع بن مرياح رجعنا نلعبوا باربع مدافعين والفريق لقى ثوابته نتاعو. انا كنت حتى نسمع في التعليق نتاع المصريين وقت اللي قالوا خروج مرياح كان يمثل كارثه على المنتخب مصر. أنا إصابة مرياح كارثة على منتخب، علاش؟ لأنه الفريق رجع يلعب أربعة. دونك لهنا كي مشات معنا أربعة خير، علاش نرجعوا ثلاثة اليوم؟ وبرشا نقاط استفهام في الخطة هذه راهو، برشا نقاط، قلت لك تعطي الاستقرار الدفاعي، ممكن شوية ثم حذر من المنتخب القوة الهجومية تاع المنتخب مالي، لكن أنا نتساءل في بعض الأحيان علاش نعمل ثلاثة مدافعين في المحور وقت اللي أنا باش يلعب لي أفون سونتر واحد. فهمني ممكن يكون كان يلعب لك المنتخب المالي ب 4 3 3 مثلا، فيكتور اتاكون واحد على كولور اليمين واحد على كولور اليسار، راك باش تولي تلعب بثلاثه في المحور، واري دروا واري رجوش بالسيفاليك، ولو اني هي خطه عندها باش تولي تعمل خمسه مدافعين على ثلاثه مهاجمين، باقي باش تخسرك اللاعب اللي ممكن نربحوه في وسط الميدان. ولو انك يعني تربح عديد عندها مساوئها وبطبيعه ما حسنا من الاطراف خاصه علي معلول وحمزه مفلوسي باش يلقاو اكثر حريه، معناتها ما يكونوش عندهم الهيجس بتاع الخط، معناتها الدفاع نتاعهم وفي ظهرهم ديما تلقى شكون في التغطيه بوجود ثلاثه في المحور، دونك ياخذوا راحتهم خاصه علي معلول قوي برشا هجومي نجم يكون اضافه كبيره على الجناب. لكن لازم تفهم لازم نفهموا حاجه، وانه اذا كان الفريق الخصم باش يلعب ظهير مهاجم على اليمين ومهاجم على اليسار بخلاف قلب الهجوم، راهو مثلوثي ما عادش ينجم يقدم، وعلي معلول ما عادش ينجم ينطلق من وسط الميدان. دونك الهدف نتاعو باش يكون يفيكسي لك لي دو لاتيرو. لا لازم يقوم بالواجب الدفاعي نتاعو. حتى بثلاثه في المحور. بثلاثه في المحور ما تنجمش تحلهم بثلاثه وتخلي محور الدفاع نتاعك فارغ. فهمني؟ يعني سي وجدي هو حتى بخمسه مدافعين في الحاله هذه. حتى منتصر الطالبي في الندوه الصحفيه كان احكى على يمكن الثلاثي نتاع المحور باش يكون واحد فيهم عنده دور نتاع التغطيه على الصخيري والعيدوني. فقط وليد التشكيلة نتاع منتخب مالي جاهزة باش يكون ممكن تقريبا حسب الرسم التكتيكي الموجود لهنا عندنا كما كان يحكي سي وجدي 4 2 3 1 باش يكون في الكاج مونكورو ايضا حيدرا كويتي ساكو تراوري حيدرا ايضا سماسيكو جينيبو تراوري كذلك اوكوني معناها برشا اسامي مختلفه فما تراوري اداما تراوري اللاعب اللي يلعب فيها في تركيا ايضا تراوري الثاني هو اداما تراوري يلعب في الشريف في قبرص اللي عامل مشوار كبير في الشامبيونز ليج الاوروبيه ابراهيم ماكوني قلب الهجوم كذلك موجود حيدرا لاعب لايبسيتش ايضا ولاعب لونس حيدرا وكذلك لاعب لايبسيتش موجود حيدرا الزوز حيدرا فما ثلاثي تراوري اي ثلاثه ثلاثهم هو اماري لاعب رين لاعب رين الفرنسي
كيف كيف تقريبا الجارديان هو كوني الوحيد كوني موجود في التشكيله كوني اون بوينت اون بوينت يلعب راس حربه كوني حارس المرمى هو ابراهيم موكونكورو حارس مازيمبي تقريبا هذم هما الملاعبين ايضا جيني بو لاعب في البريمير ليج يلعب مع ساوثامبتون موسى جيني بو ايضا وليد كل تقريبا كل الفريق نتاع مالي بكامل النجوم وجاهز للمقابله جيني بو مش يلعب في ليبسيك ساوثامبتون حيدر في ليبسيك دونك يلعب ب 4-2-3-1 مالي اليوم ما نعرفش واجدي قراءه وقت اللي تلعب مع منافس اللي كما كنا نحكيو قبيليك باش يحط لك زوز اجنحه باش يحاول يفيكسي لك لي دو لاتيرو نتاعك اللي انت تلعب ثلاثه في اللاكس على اساس كونك باش تربح لي لاتيرو يمشيو اكثر القدام ما نعرفش كان تنجم تعمل لنا مشكله هذه اكيد انا نتصور ما نجموش نسبقوا الاحداث لكن نظريا نظريا توا كل شيء تيوريك فهمتني نظريا يعني باش يكون عندهم ان جوار دو كولوار على اليمين ان جوار دو كولوار على اليسار باش يكونوا مهاجمين براتيكمون دونك باش نضطروا انه حمزه المثلوثي يبقى مع الجناح اليسار تاعهم وعلي معلول باش يبقى مع الجناح دونك هنا اللي باش ياخر الدور الهجومي تاع علي معلول هو ممكن يكون عنده الدور الدفاعي اكثر كنت نتمنى انه في منتخب مالي يلعب لنا بزوز مهاجمين بزوز مهاجمين يعني يكونوا عندنا احنا ثلاثة مدافعين في المحور كانت تكون الامور سهلة لعلي معلول ولا حتى لحمزة المثلوثي لكن توا باش يلعبوا لنا فيك ده ثم راهم حاجات ديما المدربين يقراوا لها مع حسابهم اذا كان انا باش نلعب بالطريقة هذه واذا كان المنافس يلعب لي بالطريقة الأخرى ممكن يفسد عليا شوية البلان جو نتاعي اللي باش نعملوا كل شيء لكن هنا تدخل ديما الثقة في النفس وكل مدرب يحب يفرض هو الخطة التكتيكية نتاعو فهمني ويحب يلعب بالنمط نتاع الطريقة اللي متعود يلعب بها وبالانيماسيون اللي متعود يلعب بها دونك انا احنا اظن انه قاعدين نبحثوا على الاستقرار الدفاعي لكن في الجانب الهجومي نظن انه الفريق باش يكون شويه يعني شويه معناها الجانب الدفاعي باش الاستقرار الدفاعي باش يكون على حساب الجانب الهجومي هنا نقطه اخرى كيفاش باش نتحركوا كيفاش باش نعملوا انيماسيون بالطريقه هذه كيفاش باش تخرج الكره رابيد ولا لا تدخل فما رولونس مع عند ثلاثه مدافعين تاع المحور تخرج بسرعه ولا لا باش نعملوا لي كونتر اتاك ولي زاتاك رابيد بالكدا متدربين عليهم مليح ولا لا يعني هذه كلها نقاط استفهام بعد تدخل فيها حتى الكرات الثابته كيفاش باش نخدموا الكرات الثابته دفاعيا وهجوميا عديد المعطيات من بعد بخلاف السيستم لانه السيستم اللي نحكيو عليه سي اون بوزيسيون دو ديبار نحب نوقف سي واجدي عند الكلمه اللي قلتها مهمه جدا كل مدرب يحب يفرض طريقته على الفريق الاخر تقريبا نحن كنت نفكر في الجابون 2017 غلطنا غلطه كبيره كي اللي خرمنا في منتخب بوركينا فاسو اكثر من اللي خرمنا في الواحد وقتها نحينا علي معلول وهبطنا عبد النور أي. انت قلت عندهم زوز على جنيه نتصور اذا كان يمثلوا معناتها ما يخموش برشا في الجانب الدفاعي معلول ومثلوثي يلعبوا لعب نلعبوا نحن لعب نفوز نحن على طريقتنا على المنافس يوليو هما حتى اللي يرجع هو كوفيرتي هما يوليو يرجعوا للتالي معناتها مش نحن يوليو خايفين منهم معناتها اكيد شوف تما مدربين يغير الخطه نتاعو يغير يعمل تغييرات ساعات بعد ربع ساعه ربع دراج يرى روحه انه حط بلون جو غلط فهمتني ما يتمشاش مع الوضع ينجم يغير ديزاجوستمون ينجم يعمل دي روتوش ينجم يغير يخرج لاعب من محور دفاع ويزيد لاعب وسط ما حدش هذا ما نقطه مهمه راهو قوه المنتخب المالي في وسط الميدان نتاعو اذا كان اليوم وسط الميدان نتاعنا ما يسيطرش على وسط الميدان راهو باش تولي كل هجمه خطر على المرمى نتاعنا عندهم وسط ميدان بخلاف المهاجمين وكل شيء وسط ميدان تاع منتخب مالي تو تشوفوه يعني بنيه جسمانيه ممتازه فنيات حضور خبره كل شيء يعني عندهم منتخب المالي انا قلتها في هنا في اكسبريس اف ام قبل قلت انا منتخب مالي رشحه من بين المنتخبات اللي باش تمشي مش المربع باش تنجم تكون حتى في النهائي فهمني لان عندها كل مقومات نجاح المنتخب المالي سي واجدي من مساوئ الخطه نتاع الثلاثه في اللاكس معناها انك شوي كما كنت انت كنت تحكي على وسط الميدان تفرغ شويه وسط الميدان كنت تلعب بثلاثه سيرتو عندنا لي بيفو نحن من اصلا الخطوط اللي عندنا تنقص واحد وتولي نلعب بزوز مش بثلاثه لهنا كما كنت تحكي على ماركا نتاع وسط الميدان نستناو شنو كيفاش تكون المقابله وكيفاش بعدها باش اكيد انا قلت لك اذا كان باش نلعبوا بثلاثه في المحور فهمتني باش نحطوا ظهير يمين وظهير يسار لانهم الاخرين باش يلعبوا لنا فيك دو زيلي براتيكمون باش نوليو نلعبوا بخمسه مدافعين خمسه مدافعين على ثلاثه مهاجمين دونك ديما عندك واحد خسرناه في وسط الميدان وهنا علاش هي راهو الكره سلام علاش توا المساعدين نتاع المدرب تلقى عنده في الكرادان شكون يلاحظ من فوق
وياخذ ملاحظات ويعمل زوبسرفاسيون ويشوف انا لي زيسباس فارغين وانا ديزيكيليبر وين صاير وكل شيء ويعطيه يعني الكونت روندو معناها انستونتاني فهمني يعطيه للمدرب تاعو والمدرب علاش انا نقول لك ديما راهو احنا ما حشناش بمدرب في المنتخب مش مدرب ما يدربش راه في الخارج ما يدربوش فهمني ما اونترينور اون شيف عنده مساعدين تاعو يدرب حسب ان تكتيسيان حاجتنا بواحد من الجانب التكتيكي يكون قوي برشا لان مباريات المنتخب كلها الجانب الفني والجانب الكوتي فيزيك وكل راهو تخدم في النوادي فهمني لكن الكوتي تكتيك هو اهم حاجه لازم مدرب منتخب يكون مسيطر عليها ويكون قوي فيها ان شاء الله اليوم التعامل مع منظر كبير مع المباراه مهما كانت الخطه مهما كانت الانيماسيون ان شاء الله يتعامل تعامل ناجح وينجح يعني المنتخب تاعنا في 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 فرض يعني النمط نتاعو واجدي السيد واسلام المدب وليد برحومه باش نرافقوكم على امتداد 4 ساعات حتى كشي بعد ساعه من نهايه المباراه تونس ومالي صفية المحرر باش تعطينا الاخبار باش نمشيو كذلك في صافي ريكاب كان انيس السحباني في ليمبي ومواصلين معاكم في تغطيه خاصه على اكسبريس اف ام